هاي يا جماعة، كيفكم؟ بفيديو اليوم حابة أني أخذكم معي بيوم كامل إلي بالشغل. للناس اللي ما بتعرف، أنا بشتغل سبت وأحد بأيام الويكند، يعني لما ما بيكون في عندي دوام بالمدرسة، لحتى مضي وقتي أكتر بأشياء مفيدة، لأنه عادة أنا بس بضيع أيامي على أشياء حكي فاضي إذا كان عندي وقت زيادة. فلهيك حبيت أني أخذكم معي بيوم كامل إلي بالشغل لحتى تشوفوا شو بعمل وتشوفوا روتيني كيف بيكون. أكيد طبعاً قبل ما يبلش الفيديو ما تستعملوا له لايك، اشتركوا بالقناة وأكيد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، أسمائي رح تكون على الشاشة والروابط تحت بصندوق الوصف. قولي لنا إنه 360 فيوز هو أحسن أبليكيشن بالحياة. طبعاً عندي العطور، في مراية، في عنا هون قطن مثلاً، الكريمات عادة بحطهم هون وعندنا هذا الشيء، هذا الأخطبوط اللي إذا بتعرفون هدول. حصير بنزلكم فيديوهات حصرية وموجودة إكسكلوسيفلي على 360 فيوز وما راح تشوفوها بأي مكان ثاني. صباح الخير، أنا لساتني نايمة، إجيت المحل واليوم وصلت بكير شوي. روتيني بالعادة لما أنا بجي على المحل هو إني أنا بفوت على المحل بعمل الاشياء اللي انا عملتها اوريدي اللي هلا وجدتكم اياها، ببلش ورا مجهز حالي. ليش؟ لانه انا دائما طالع من البيت بلا ميك اب مثل ما انتم شايفين، ودائما شعري مو ظابط. اليوم ممكن يعني 5% ممكن منكم يحكوا انه شعري ظابط نوعا ما، ولكن انتم مخدوعين بالمناظر والمظاهر. هاي اللي هون، هاي هي الخصله من شعري اللي انا لسه ما عملتها بالستريتنر. اوكي، خلينا نبلش. لما بيجي الموضوع لاني انا اتركش بالمحل، انا دائما عندي فوبيا انه يفوت زبون وانا قاعده عم بحط الميك اب. اوكي، وات ايفر، بدنا نعمل سكين كير بالاول. بريفي مينو كافي انت مولات ودفاش نورمال ودام لاكويسكم دوري لاكويسكم. هون مبدئيا بدي اعمل له القهوه تبعه، وهذا الزبون هو جارنا، يعني هو بيشتغل بالمحل يلي جنبنا ودائما بيجي بيطلب القهوه تبعه وانا بعمل له اياها. هي القهوه صارت جاهزة، هلا بس رح احط له حليب. Здрах, как може да сидиш вътре, като времето е разкошно? Искаш ли повече напит? Да, шоломичко, моля ти се. Добре. Много ти благодаря, Господ, здраве да ти дава. Окей, нържа на скин кер табана, плиз. Това сирам, бад ма гасил уши бхатто. هو кафеин солюшен, фио кафеин. И المفروض да ни хато тахт айни. هلا بدنا نبلش بالميك اب. صار تقريبا جاهز، هلا عم فكر بكيف بدي اعمل هاي، ما بعرف صراحة إذا شكلها كثير سيء. هيك أنا صرت جاهزة، وهلا بس ضايل ننتقل لأنه نبلش نجهز بالمحل بدل ما نجهز فيه أنا. هدول العلب لازم نلزق عليهم استيكرات المحل. خلصنا التلزيق، هاي العملية كلها أخذت معي بالضبط 6 دقايق، مش يعني ولا مرة صراحة حسبت قديش المفروض ياخذ معي وقت. هاي الكانتين كلياتهم تلزقوا. وقفت اغنية، طبعا انا هون بقلبها حفلة لما بيكون عندي تنظيف او ترتيب او شيء، بس هلا بدي اورجيكم كيف بعمل القهوة، لانه مبدئيا خليني احكي لكم نقطة، انا بس بلش الشغل هون كنت بعرف اعمل كل شيء، الا هي شغلة القهوة كنت اكبس كل شيء صح واعمل كل شيء صح وما احط للزباين كاسة. فانا تنزل القهوة بولا شيء، هن ما بعرف يعني يشموا ريحتها بس. هلا بدي اعلمكم كيف بعمل انا القهوة و يس كثير متحمسة، ما بعرف ليش انا كثير مبسوطة على هذا الفيديو، بس انه خلونا هلا نبلش. ترجمة
الإسبريسو العادية. هلأ رح أعمل لحالي أنا وحدة كابتشينو، لأنه معلومة أنا إلي بشتغل بهذا المحل يمكن 3 شهور ولهلأ ولا مرة أنا ضايقة الكابتشينو اللي أنا بعمله. أنا بعمل للناس كابتشينو وبيمدحوا كتير، بس أنا ولا مرة ضايقته. فخلونا نعمل وحدة كابتشينو. باي ذا واي، هذا هو المحل من جوا، هذا المكان اللي ما حدا بيشوفه. اللي باي ذا واي اول ما بلش شغل هون حسيت حالي دائما حاسه حالي بالمكان الغلط، لانه انا متعوده اكون من الجهه الثانيه، ماني متعوده اكون هون، لانه هذا اول شغل لي. anyway، خلينا نبلش هلا بالكابتشينو اللي بدي اعمله. حاولت اني اعمل قلب، الهدف من هذا القلب كان انه يكون لإلكن، بس القلب طلع ابدا مو ظابط. استغفر الله، شو هاد؟ على فكرة طيبة، بدك كمان سكر؟ معني حطيت 5 سكر بس مش مشكلة، طيبة وبعرف اعمل كابتشينو كثير طيب. شكرا. معلش انا ما بيزبط معي هيك كاسات ازاز وتقيلة واقعد ساعة، كاسة كرتون هيك احسن شيء، هيك صار فيها طعمة، هيك صار فيني اشربها، هيك صار فيني استمتع. اوكي، رجعت شعري مفلوت لانه ما عجبني مربوط، وشغلة تانية غيرت شوي بالميك اب، يعني هيك حاولت اني زبطه. anyway انا بشتغل 12 ساعة، so هذا الشيء بيعني انه انا بحاول اني اعمل اي شيء لما ما بيكون في زباين، لاني بكون مالة على الاخر. بجوز تلاقوني باربع خمس تسريحات مختلفة اليوم عادي. عندنا بضاعة جديدة، وانا ما ورجتكم الفترينة اللي عليها البقلاوة، فخلوني اورجيكم اياهم على السريع مشان تشوفوا الاشياء الحلوة اللي عندنا. هون عندنا اول فترينة، طبعا هن كلهم جداد بس اوريدي يعني صرت بايع منيح اليوم. وبعدين عنا هون هاي الجهة يلي أنا طبعاً لازم زبط هدول بخليهن واقفين صح. معلومة عن المحل إنه هو مكان المفضل لأني صور فيه تيك توكات، لأنه الإضاءة هون كتير حلوة. المرأة المزعجة هلا قاعدة هون بالمحل. ليش فانتا ليمون؟ فانتا ليمون؟ لا، يا رب ما تطلع عم تحكي، لأنه أنا رح انجلط. إلي كثير زمان ما إجت لعندي الفكرة، الناس اللي بتابعني على انستغرام بتعرف إنه أنا دائما بنزل بس تكون هاي المرأة عندي، وإلي كثير زمان ما إجت. نطت لي اليوم، ليش؟ يلا بنعمل منها محتوى، بس إنه حلي عني